نشوف الكابتن احمد حسام ميدو كتب تويته مهمه. وميدو واحد من النجوم اللي احترفت بره وليهم تجارب احترافيه كبيره جدا. فلما يقول ميدو ما فعله محمد كامل في مؤتمر النادي الاهلي امس لن يمر مرور الكرام على الزملكاويه المحترمين، وان لم يتخذ رئيس نادي الزمالك موقفا لما حدث فلن نسكت. ده كلام ميدو. طيب ده كلام محترف كبير في حجم احمد حسام ميدو. هو الراجل شايف انه اللي عملته برزنتيشن مع الاهلي مجامله، وله تويته ثانيه يا باشمهندس. لا تويته ثانيه بيتكلم فيها بصراحه. ادي واحده ثانيه. هو دي بيقول محمد كامل رئيس مجلس اداره برزنتيشن التي تتملكها الدوله يبكي من اجل رعايته للنادي الاهلي، ويقر بانه لو توفي اليوم سيكون سعيدا رغم رعايته للزمالك. تم من قبل كده. بل اليوم ميدو بيقول بل اليوم الدوله تؤكد ما قلناه من قبل عن محاباه النادي الاهلي، بل متمثله في محمد كامل وبرزنتيشن. هنا الزج بالدوله والزج. طيب يا جماعه الخير، شركه صله كانت شركه سعوديه ملهاش علاقه بالدوله المصريه، مستثمر عربي في السوق المصري، كانت بتدي تقريبا نفس المبلغ المستثمر العربي. اذا كان كده يعني بين قوسين، لما جت صله اخذت حق رعايه النادي الاهلي تنافست معاها برزنتيشن والاهرام والاخبار اطراف مصريه، فازت صله. خدت ساعتها الاهلي بكام؟ ب 500 مليون. بعد هذه الفتره زادت 20 مليون، بقت 520. هو لما صله تاخد النادي الاهلي ب 500 مليون كان استثمار عربي بتشجعوه ومبسوطين وسعداء بيه وبتسقفوا له وماشيين في الركاب ليكن. لكن لما شركه مصريه، والاهلي ما هواش الا اخل بتعاقده مع صله بالمناسبه، احترم التعاقد الى ان هذا الشريك العربي المحترم قال سلام عليكم، سلام ورحمه الله وبركاته. مش هحلف عليك واقول لك والنبي لازم تقعد. انت اردت انك تمشي على الرحب والسعه، الاطار القانوني يفصل بينه القانون. لكن ايه علاقه بقى المحاباه والمجامله ونادي الدوله عشان الاهلي خد ب 520 من شركه كان اللي قبل منها شركه عربيه ب 500؟ ما هو يا استاذ ابراهيم في نقطه. هو يمكن ميدو وهو رجل محترف فاهم طبعا. على فكره ميدو اكتر واحد عارف ان الموضوع في الاخر قيم تسويقيه، لان طبعا هو له اراء سابقه. ارجو ان تكون طب انت جيت على الصح. ما نشوف راي ميدو نفسه في القيمه التسويقيه للنادي الاهلي في كلام من سنتين. انت مش متخيل انا تطلب مني مجهود قد ايه عشان اوصل لمرحله ان انا نفسي اوصل لمرحله النادي الاهلي، ومش عيب ان انا اتعلم المنافس بتاعي او ده انا اتربيت عليه في اوروبا. طبعا النادي الاهلي سبق النادي الزمالك في حاجات كتيره جدا، منها القناه الخاصه بتاعته، منها التسويق السليم، منها السيستم اللي هم ماشيين عليه. وده بيرجع لحاجه واضحه وصريحه وهي الثبات الاداري. بيعود ان انت باني منظومه صح ولا لا صح. وهو ده سر نجاح النادي الاهلي صح. وقت النادي الاهلي لو جينا شفنا باحترامي الكبير مفيش فروقات فنيه بينه وبين انديه مصر كلها اللي تخليه يتفوق كل التفوق ده عن الانديه الثانيه، لكن بسبب ان في منظومه في سيستم حركوا بشكل 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 احترافي كبير. انا امنيه حياتي ان احنا نادي الزمالك نوصل للشكل ده. الحقيقه بحيي زميلنا محمد مصطفى اللي قدر يلقط لميدو الكلام ده من سنتين، والكلام ده هو ده الطبيعي ان يخرج من احمد حسام كنجم محترف صاحب تجارب يدرك يعني ايه تسويق رياضي ويدرك يعني ايه قيم السوق. ده راي احمد حسام، ودي الاراء المطلوبه او ده الفكر المطلوب من كل لاعبتنا خاصه اللي خاضوا مثل هذه التجارب الكبيره، انك في الاول وفي الاخر بتحتكم للسوق. الراجل قال نادي الزمالك اتأخر عن الأهلي كتير لأن الأهلي سبق في 1-2-3-4، عشان كده الأهلي وصل لهذه المرحلة. هتقول لي مجاملة الدولة
وبرزنتيشن مش عارف ايه، اقول لك طب ما هو صله كانت شركه سعوديه مش شركه مصريه، وتقريبا كانت نفس القيمه مع فارق الزمن ان لم يكن زادت يعني لحد مليون. وقت لحد امس كانت صله هي راعي الزمالك مش الاهلي، يعني الدوله كانت بترعى برزنتيشن، كانت هي بتاعت الدوله، هي اللي بترعى الزمالك مش ولا زالت. مش فاهمني. ما كانتش يعني مع الاهلي، كانت مع مين؟ مع الزمالك. شركه الدوله دي كانت مع مين؟ مع الزمالك. طيب هي لما تتنقل تبقى مع الاهلي يبقى بتجامل الاهلي؟ ما هي ما زالت مع الزمالك بالظبط. هو وانا بقول لك هو بس ميدو يمكن اتضايق لان الدنيا كانت يمكن بالنسبه له اوفر شويه، لكن بالنسبه لنا احنا شايفينها عارفين اسبابها. انا هقول لك السبب. بس قبل ما اقول لك السبب هنسمع كمان الزميل العزيز كريم حسن شحاته في القناه الاولى. عقد الاهلي اكبر من عقد الزمالك، وخلي بالكوا توقيع عقد الاهلي النهارده معلوماتي بقى الخاصه انتوا عارفين مزعل المسؤولين في نادي الزمالك، ان عقد الاهلي اكبر من عقد الزمالك، ومسؤولين في نادي الزمالك افتكروا كلامي هيطالبوا شركه برزنتيشن خلال ال 48 ساعه اللي جايين بزياده عقد نادي الزمالك. يعني افتكروا كلامي كده، وانا مش بعمل مشكله البرزنتيشن، ولكن معلومات من عندي يعني من داخل نادي الزمالك، ان نادي الزمالك مسؤولين في نادي الزمالك هيطلبوا من شركه برزنتيشن رفع المقابل المادي لعقد نادي لعقد الرعايه من شركه برزنتيشن نادي الزمالك خلال الفتره القادمه. البطولات. طيب كريم شايف من عنده انه هذا العقد هيعمل مشكله في علاقه الزمالك مع برزنتيشن. الاهلي ما هوش طرف في اي مشكله تحصل، لكن فكره هو الاهلي لما يعمل قيمه عاليه يبقى اشمعنى الاهلي؟ يا تديني زي الاهلي ما احنا هنرجع ونقول ونعيد ونزيد ونحلف. ده تسويق رياضي مش بطاقه التموين بتاعه الجمعيه. احنا كده بنتكلم على طابور الجمعيه وبطاقه التموين والمخصصات. هو استاذ ابراهيم بس النقطه يعني كريم فتاه ان يعلق تعليق صغير. هو كريم بيقول راصد توقع راصد راصد ان في مشكله جايه، لكن هو كريم نفسه يعني هو عقد النادي الاهلي ما كانش نص مليون جنيه يعني، ففجاه نط من 240 ولا 220 اللي هو قريبا من نادي الزمالك الى هذا الرقم. لا مش كده، هو الرقم ده كان موجود برزنتيشن علت عليه نسبه 5% وخدته تقريبا يعني او 7% حاجه كده وخدته. فالمساله الثاني وثالث وعاشر ورابع، والكلام ده اصله اتكرر نفس الكلام ايام الاهرام وانشق نادي الزمالك عن الاهرام وراح سوى لوحده ورجع تاني لغى العقد ورجع للاهرام. مش هتقدر المساله مالكش دعوه بالنادي الاهلي، حط الباقه بتاعتك صح وسوقها صح واطلب فيها اللي تقدر عليه، هو ده اللي تتكلم فيه. لكن انا زي فلان ده السوق اللي بيقول مين اللي زي مين بالظبط. يعني انا ما اقدرش اقول انا زي البارسا انا زي لا يعني مش بالكلام. طب انا لما بروح بطوله العالم للانديه ما هو القيم التسويقيه مختلفه بين الفرق اللي موجوده طبعا، ابطال القارات كل واحد وحجم شعبيته حسب ما يقدرها الفيفا. دي مساله، ولذلك في الانديه الاوروبيه ما بتلعبش غير من الدور قبل النهائي. ايوه بيرحوم لان مفيش داعي لوجع الدماغ من الاول، دي فرق ليها قيمه تسويقيه عاليه مش هنضيع وقتها في الحاجات دي حاجه معينه. فلازم نبقى مدركين ان شغلنا الشاغل ما يبقاش المقارنات اللي تضلل جماهيرنا وتزود الثغره او الجاب النفسي اللي بين الجماهير بقدر ما يكون نشتغل على نفسنا عشان نعظم حقوقنا. شوف هي في تقديري الناس كل اللي بيتكلموا عارفين حقيقة السوق، حتى في برامجهم عارفين حقيقة السوق وحجم الأهلي وتأثيراته الشعبية. بس أنا هنا أكاد ألمس يعني الناس اللي ابتهجت وفرحت بخروج صلة وسبورتا من كانت عشمانة في حاجة معينة ما جاتش، كانوا عشمانين إنه الأهلي هينكسر، وكانوا عشمانين انه الناس ديت ما دام بعدت هنتفرج بقى ازاي الاهلي هيقع، مجامله لاطراف
وتطبيلا لاطراف وايضا انتظارا لتعثر الاهلي. لقوا الاهلي ما بيتعثرش، ده الاهلي بينهض اقوى من مكان ويحقق عائد ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله، ويحقق عائد اكتر من اللي الناس كانت معانا بتديهولنا، اكتر من الشركات اللي انسحبت كانت بتدفعه. فهنا جت الصدمه، الناس كانت عايزه تجامل الاطراف الاخرى. شفتوا قاعدين لما مشوا الاهلي حصل له ايه؟ هي كده الدايره كلها مرتبطه ببعضيها. فاذا بالمساله لا، الاهلي بيستفيد اكتر، بيحقق موائد عوائد اعلى، يبقى الكلام طب والزمالك، طب والاسماعيلي، طب وايه المشكله؟ هو الاهلي كان كام والزمالك كان كام؟ نتمنى ان كل واحد يحصل على ما يريده، نتمنى ان يحصل كل نادي على ما يريده، على يعني. وبعدين ايه يا ساده، ما كل واحد يحاول يعلي قيمته وان شاء الله يوصل زياده على الاهلي، بس اللي يقول كده مش بالكلام ومش بلو دراع، اللي يقول كده حقائق السوق نفسه. بعدين انا بتهاجمني انا ليه؟ انا مالي؟ انا اشتغلت وحققت ده، ما تهاجمش التعاقد اللي انا عملته. انت تروح متضاير على نفسك، هو انا ايه اللي ناقصني عشان اوصل لك؟ خلصنا بالظبط، خلصنا. لكن انا مش مسؤول، يعني انا الام النهارده واتحمل كل هذا الهجوم عشان نجحت كنادي اهلي؟ لا، ان انا احافظ على حقوقي واعليها. الكلام ده لو كانت صله بتدفع 300، فجه الاهلي بعد شهرين برزنتيشن اديته 520، يبقى في كلام، في مجامله. لكن ده كان بيدفع 500 وده يدفع 520. على فكره، واذا حصل كده هيبقى له اسباب، انك اديتني في الباقه ما هو جديد، ميزات اخرى بالزبط. زي مثلا تقول لي وخوض الاسوار، ممكن الباقه دي تزيد لها 200 مليون ولا 150 مليون جنيه كمان بعد كده. انما ايه علاقه ده بالكوره؟ علاقه ده بالكوره بشكل مباشر عند الجمهور تلخص في الكلمه اللي قالها الكابتن الخطيب، انه حقوق الرعايه تقريبا المورد الاعلى في موارد النادي، او من ضمن الموارد العاليه في ميزانيه النادي. فبالتالي لما يتحقق للنادي هذا العائد، ده يمكنه من ان هو يفي بالتزاماته تجاه اعضائه في الانشاءات والخدمات، ويفي بالتزاماته تجاه جماهيره بالدعم باللاعبين الاكفاء، بالحفاظ على الاجهزه الفنيه المناسبه، بتحقيق البطولات اللي تسعد الجماهير. هي دي، او هو ده وقود الحركه الرياضيه على مستوى الاعضاء وعلى مستوى الجماهير.